الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو عن التروس، وبالنسبة للتروس هنتعرض فيه إلى تصميم الترس من حيث الشكل والأنواع والتطبيقات زي في صناديق تروس الجيب بوكسات. ولكن في البداية لازم نعرف إن التروس إحنا عبارة عن ماشين إلمنت، أجزاء من ماكينات فيها بعض الجروفز أو الثنايات بيخش جوه بعض، بتخش كل ترسين مع بعض اللي احنا بنسميها السنان بتاعت الترس، بتخش السنان بتاعت التروس مع بعضها بتاعت اي ترسين بتاع الشقين مع بعض، وبالتالي فانا كده بضمن انتقال الحركة دون ما يحصل سليب او انزلاق، وبالتالي اقدر احصل على نقل الترانسميشن للباور بدون ما يكون موجود فيه لوسز. التروس ايضا بنعتبرها احنا سبيد كونفرتر، بمعنى ان هي محولات سرعه، بمعنى ان لو كان عندي عمود عليه موتور والموتور ده بيلف بسرعه معينه وليكن 1000 RPM او 1500 RPM وانا عايز اللود بتاعي عند سرعه تانية، فانا ممكن عن طريق مجموعه من التروس احرك الحمل بتاعي ده. اذا كان عند سرعه اكبر من 1000 RPM ممكن، عند 2000 3000 ممكن، او اذا كنت احركه عند سرعة اقل برضو قد يكون 100 RPM 200 300 RPM ممكن عن طريق التروس ان انا بضمن اني انا احول السرعة من سرعة الى اخرى. وبالتالي فالتروس تعتبر speed converter between two shafts، يعني محول للسرعة بين عمودين بدقة، تعتبر الدقة بتاعتها عالية لان ما بيحصلش فيها سليب. لان احنا لو قارنا بين التروس وبين البيلتس او السيور هنلاقي ان الاثنين ليهم نفس الغرض من حيث كمحول للسرعه، ولكن في حاله السيور النقل في الحركه بيكون متبوع بفقد في اللوسز في الباور نتيجه السليب اللي بيحصل ونتيجه الايجنج اللي بيحصل في السير مع الوقت. ولكن في هنا نقطة لازم ناخد بالنا منها، ان احنا بيكون عندنا السنتر ديستانس اللي هي المسافة بين السنتر بتاع العمودين اللي انا عايز انقل بينهم السرعة دي، لو كانت المسافة كبيرة بستخدم السيور، لكن استخدام التروس لما بيكون المسافة بين السنتر لاينز دي او السنتر ديستانس لما تكون صغيرة ممكن استخدمها نسبيا، يعني صغيرة ممكن استخدم فيها التروس، وبالتالي ما ينفعش استخدم التروس في حالة المسافات الكبيرة بين محوري العمودين اللي انا عايز انقل بينهم الحركة. لكن في نقطة برضو ناخد بالنا منها، ان السيور عكس التروس، لان في حالة السيور بنلاقي العملية بسيطة، الطارة او الطنبورة او البولي شكلها بسيط وممكن تشغلها بقدرات فنية معقولة ما هيش عالية قوي، والسيور نفسها ممكن واحد يعملها بطريقة سهلة، سواء اذا كانت في بيلت فاحنا بنجيبها جاهزة، او اذا كانت فلات بيلت بتتجاب كشريط وبتتظبط على المسافات بتاعتي وتتلحم، بعكس التروس. التروس ان هو تصنيعها بيبقى محتاج طرق تصنيع خاصة بنستخدم على مكان تفتيح التروس زي الهوب ماشين مثلا، وبالتالي دي مكان بتبقى الدقة بتاعتها عالية، وكمان تكلفتها بتاع التشغيل كتكلفة الكابيتال كوست بتاعها اللي هو تمن المكان نفسه بيبقى عالي، وتمن التشغيل بتاعها عالي، لانها احنا هنا ايه عايزين دقة عالية وغير مسموح فيها باي نوع من الاخطاء في التشغيل، لدرجة ان اي ترسين هيعشقوا مع بعض لما بنيجي نفتحهم لازم الترسين يتفتحوا بنفس سكينة التروس. يعني زي ما هنعرف بعد كده ان انا عشان افتح السنان بتاعت الترس بعرف الموديول بتاع الترس كام، وهنعرف يعني ايه هو الموديول، وبعد ما بعرف الموديول ده بجيب السكينه اللي الموديول بتاعها هو اللي انا حاسبه اذا كان 5 مللي او 4 مللي او 3 مللي، وهذه السكينه بفتح بيها الترسين. ما ينفعش اجيب سكينتين كل سكينه الموديول بتاعها 5 مللي وافتح كل ترس بسكينه من السكينتين، لان ده هيديني عيوب في التشغيل اللي احنا بنسميه الباكلاش، او بيحصل في ريزونانس اسف او ضوضاء نويز نتيجه ايه التخبيط بيحصل في السنان لما بيكون مش مصنعه بنفس نوع من الايه بنفس النوع بنفس السكينه الواحده.
الماكينات، جميع الماكينات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العمليه اللي موجوده، سواء ماشين تولز او ماكينات التشغيل العاديه، او في حاله الطرمبات، في حاله البعض في السيارات، كل دي في بيكون موجود فيها تروس. ولكن التروس ليها اشكال كثيره، اول نوع منها واسهل نوع منها واكثر نوع اكثر نوع شيوع منها اللي احنا بنسميه الاكسترنال سبير جير، اللي هو واضح قدامنا، اللي هي السنان بتاعته بتبقى عاديه. لو بصينا في الرسمه اللي قدامنا هلاقي ان لو الترس اللي على الشمال ده اللي هو الترس ايه، لو الترس ايه ده هو لو هسميه درايفر، معناه ان هو ده متركب على العمود بتاع موتور او بتاع مصدر القدره، وبالتالي هو اللي هيتحرك في الاول. فدرايفر معناه قائد، فهو اللي هيقود الدريفن اللي هو المنقاد اللي هو الترس بي الاخضر اللي على ايدنا اليمين. وبالتالي اول ما هيحرك الموتور فالعمود بتاعه هيتحرك، فهيلف معاه الايه، هيلف معاه الترس ايه، والترس ايه هيلفف معاه الترس بي. عشان كده الترس ايه بيسمى درايفر، والترس بي بيسمى الايه الدريفن. الرسمه اللي قدامي دي بتوضح لي يعني شكل الترسين هم متعشقين مع بعض. ولاحظ ان الرسمه اللي على الشمال دي رسمه برضو يعتبر ايزومتريك للترس، موضح فيه الترس كابلانكا يعني اللي القرصه نفسها اللي انا مفتح السنون بتاعتها من بره، وبعدين السره الوسطانيه. ولاحظ ان السره الوسطانيه ساعات بتبقى اكبر شويه من عرض الترس. وبعد كده في المجاري بتاعة الخوابير اللي هو عن طريقها هثبت التروس دي هي او كل ترس من دول في العمود اللي هو ايه اللي عليه. الشكل اللي قدامي دون بيديني ترسين ببعض التفاصيل اللي فيهم. ايه هي التفاصيل دي؟ نلاحظ حاجة، الاحظ ان لما بصص في المنظر ده الترسين متعشقين مع بعض، هلاحظ ان في سنه وجزء من السنه الثانيه معشقين مع بعض. يعني ابص في النص في المنطقه الوسطانيه هلاقي ايه؟ هلاقي ان في سنتين متعشقين مع بعض، سنه من هنا مع سنه من الثانيه، لكن في سنه يعني ترسل على الشمال في سنه منه معشقه مع ترسل على اليمين، ولكن في سنه اللي بعديها من الترسل على الشمال ايضا ابتدت تخش في التعشيق مع السنه اللي على اليمين. وعشان كده بنلاحظ ان بيكون في مش سنه واحده في التعشيق، بتبقى اكتر من سنه. ولكن احنا لما بنيجي في حساباتنا زي ما نيجي نشوف بعد كده هنلاقي ان احنا لما بنيجي نصمم بنفترض ان التعشيق هيتنقل عن او القدره هتتنقل عن طريق سنه واحده، ده كنوع من السيفتي ايه زياده. لما ابص للشكل برضو اللي قدامي الاقي ان هو في الواقع هم عباره عن ثلاث دوائر متحدين في المركز. اي ترس عباره عن ثلاث دوائر متحدين في المركز، الدائره الحمراء والدائره الخضراء، وفي دايره تانية بتعدي من تحت، يعني ايه في قاع السنه من تحت اللي هو اسمه الروت، الروت اللي هو الجذر. وبالتالي كل سنه ليها توب اللي هو من فوق وروت من تحت، وفي على الروتس دي بيعدي فيها دايره احنا بعد كده هنعرف بنسميها الديدندم، والدائره الحمراء دي بنسميها الادندم، يعني الدائره الحمراء بتصير ادندم سيركل، والدائره اللي بتمر بالروتس اللي هي بالقيعان التحتانيه، القيعان التحتانيه دي هي زي ما احنا بنوري قدام، لكن هو مع بعض كده الدائره هي دي بنسميها الديدندم سيركل. اما الدائره الخضراء فدي اللي احنا بنسميها البيتش سيركل. ونلاحظ حاجه، ان انا لما باجي امثل في عمليات في عمليات الحسابات وحتى في الرسم لما بعمل سكتش او لي اوت لاي ترس، بروح راسم دايرتين واخليهم انتنجنت مع بعض. هما دايرتين برسمهم هما دايرتين الخضر، لان البيتش سيركل دي اللي هي دايره الخطوه هي دي اللي ايه اللي الدايره اللي بتمثل لي الترس في معظم في كل ايه تمثيلاتي الايه السريعه او في الاوتلاينز. ولاحظ ان على البيتش سيركل دي في مسافه على ايدنا اليمين من فوق اسمها البيتش، او احنا كاتبين عليها البيتش، البيتش اللي هي المسافه بين اي نقطه، ولما بتتكرر النقطه دي مره ثانيه ادي نقطه او وهمشي عليها لغايه لما تيجي النقطه التاليه اللي بعديها على السنه اللي بعديها، هي دي المسافه البيتش او دي الخطوه بتاعه الايه
الترس. واضح عندي هنا السنتر ديستانس بتاعت العمودين اللي هي المسافه بين مركزي العمودين اللي عليه الترسين، وهي بالظبط تساوي مجموع نصفي قطري البيتش سيركل، ده بيتش سيركل بتاعت الترسين. ولكن ملاحظة برضو مهمة ومهمة جدا وناخد بالنا منها، ان اي ترسين بيعشقوا مع بعض لابد ان السنتين بتوعهم بيكونوا ايدنتيكال، بمعنى متشابهين في كل شيء من حيث الشكل والتخانة والعرض وما الى ذلك، يعني في كافة التفاصيل بيكون السنتين متماثلتين الى اقصى درجة. طبعا الرسم اللي قدام ده احنا دققنا فيه شوية هنلاقي ان في اختلاف بين السنة بتاعت الترس الكبير اللي على اليمين والترس على الشمال، لكن ده الرسم ايه، ده مجرد سكتش ما هوش رسم دقيق، ولكن السنتين اي السن لو خدت سنة من على الترس الكبير وسنة من على الترس الصغير بلاقي ان السنتين متماثلتين في كافة الابعاد بتاعتهم. كل اختلاف بين الترسين ان الترس الكبير هيبقى عليه عدد من السنان اكبر من الترس الصغير، ولكن البيتش اللي على الترس الكبير هي نفسها البيتش اللي على الترس الصغير. طبعا اللي هي المسافة بين ايه، اللي هي المسافة زي اللي احنا وضحناها دي، اللي هي المسافة بين اي نقطة على سنة والنقطة المماثلة ليها على السنة التالية ليها او اللي ايه السابقة ليها. التعبير جير ترين المقصود بيه هو مجموعة من التروس اتنين او اكتر في حالة تعشيق مع بعض. يعني في المثال اللي قدامنا دلوقتي حاليا دلوقتي دون ده عندي ثلاث تروس، الترس الاخضر اللي على الشمال A والترس الاحمر والترس البنفسجي B و C. لو الترس A دون هو ده اللي على العمود بتاع الدرايفر، يعني اللي هو على العمود بتاع اللي بيجيل منه الباور لهذه المجموعة، اصبح ده هو ده الدرايفر. يعني لو ده متعلق متركب على عمود موتور فاصبح الايه الترس ايه ده هو الدرايفر، والترس سي ده هو الدريفن، بينما الترس بي دون ده ترس وسيط. الاحظ حاجه، الاحظ ان لو كان الترس ايه ده بيلف في اتجاه معين وليكن اتجاه ضد عقرب الساعه اللي هو الانتي كلوكوايز دايركشن، هلاقي ان الترس سي بيلف في نفس الاتجاه اللي برضه في الاتجاه الايه الانتي كلوكوايز دايركشن، بينما الترس بي هيلف في كلوكوايز دايركشن وفي اتجاه ايه عقرب الساعه. بينما لو كان الاي مع السي متعشقين مع بعض، يعني ما كانش فيه البي، كان الاي والسي على طول داخلين مع بعض، هلاحظ ان سي هيبقى اتجاه حركته عكس اتجاه حركه ايه. الاكسبريشن بتاع درايفر ودريفن دون ده بالنسبه للترس اللي في بدايه المجموعه او في نهايه المجموعه، الترس اللي في الوسط ده احنا بنسميه الايدلر، والترس الايدلر دون بيبقى الهدف منه هو ان انا اخلي سرعه الترس سي مع في نفس اتجاه سرعة ايه، او بصورة اعم هو الهدف منه ان انا بحط الايدلر جير ده هو علشان اغير اتجاه حركة الدريفن من اتجاه الى اتجاه ايه اخر. فماس بيقول لك ايه الايدلر جير another important gear، طبعا ده ترس مهم لان بيديني بقدر عن طريق ان انا بتحكم في السرعة اتجاه السرعة. in the example جير A turns in anti-clockwise، الترس الأولاني اللي هو A في الاتجاه عكس عقرب الساعة، وبالتالي أيضا الترس C هتلاقيه في اتجاه برضو ضد عقرب الساعة، بينما الأيدلر هتلاقيه في اتجاه عقرب الساعة، يعني في الاتجاه العكسي للترسين التانيين. في نوع آخر من التروس اللي احنا بنسميها compound gear system. كلمة compound gear system ده المقصود بيها بيبقى ترسين مع بعض معمودين حتة واحدة مع بعض ديهم قطرين مختلفين وبيتركبوا على نفس العمود، زي المجموعة اللي احنا مسمينها هنا في الرسم اللي قدامنا المجموعة ايه. في عندي ترسين هو الترس الاخضر والترس الازرق، والترسين دول حتة واحدة، يعني حتة واحدة يعني هو كل ترس ليه قطر لكن الاثنين جنب بعض جنب بعض ومتركبين على نفس العمود، وبالتالي الحركة لو جت للعمود اللي عليهم دون عن طريق الترس الاخضر مثلا من ترس اخر الظاهر عندي هنا في الشكل، يعني ممكن ترس اخر يكون متعشق مع الترس الاخضر فيحركه، فاول ما يتحرك الترس الاخضر هيتحرك عليه هيتحرك معاه العمود اللي هو راكب عليه، وبالتالي يتحرك معاه الترس A، وحركه الترس A هيتبعها بالتالي حركه الترس A B. وعاده مثل هذه المجموعه احنا بنستخدمها استخدام واسع في كثير من
الماكينات، ماكينات الورش، وفي بعض، وفي في جير بوكس بتاعت السيارات، وفي جير بوكسات بتاعت معدات النقل والحفر. فالهدف منه بيبقى ان انا ايه بعمل، بيبقى عندي الحركه او تخفيض السرعات بيتم على اللي احنا بنسميها مالتي ستيج يونت، يعني وحده تخفيض سرعه او تزويد سرعه او تغيير سرعه على مراحل، اكتر من مرحله. يعني لو ترسم مع بعض من ترس درايفر لترس دريفن اصبحت المجموعه ايه اللي احنا بنسميها سنجل ستيج، لكن لو كان في اكتر من مجموعه زي المجموعه اللي قدامنا دي، الترس الاخضر هياخد حركه من ترس تاني مش ظاهر عندي هنا في الصوره، وبعد كده هيديها للترس ايه، لان الترس ايه هو نفسه هياخد نفس سرعه الترس الاخضر، وبالتالي الترس ايه لما اتحرك مع الترس بي فيخفض لي السرعه مره تانية او يزودها حسب الاقطار وحسب عدد الاسنان. وبالتالي فده بيستخدم، الكومباوند جيرز دي بتستخدم في حاله التروس، في حاله الجير بوكسات المالتي ستيج جير بوكسز. لو بصينا بقى على التوس من حيث الشكل هنلاقي ان في نوع، النوع الشائع الاستخدام اللي هو اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو اسمه السبير جير، ودي تروس خارجيه بمعنى ان السنان بتاعتها من بره. في نوع تاني من التروس بتبقى السنان بتاعتها داخليه زي الرسم اللي قدامي ديت، ده عباره عن بنسميه انترنال سبير جير اللي هو الهويل الكبيره ديت، ومتركب عليها بينيون. هلاحظ ان حركه البينيون لو البينيون كان هو الدرايفر هلاقي الحلقه الكبيره هتلف برضه معاه، او لو الحلقه الكبيره كانت هي الدرايفر هلاقي ان البينيون هيلف معاه. الحلقه الكبيره اللي احنا بنسميها هويل اللي هي الترك الترس الكبير، والصغير بنسميه ايه البينيون بتاعها. تحت اي وضع سواء كان الترس كان سبير جير اكسترنال او انترنال، بصرف النظر عن هو اكسترنال او انترنال، فالهدف منه ان هو بينقل الحركه او باور بين عمودين متوازيين زي اللي قدامنا كده. يعني ممكن الطاره الكبيره دي تكون متركبه في عمود، والبينيون الصغير متركب في عمود تاني، هلاحظ العمودين اللي متركبين عليهم الاثنين دول لازم يكونوا عمودين ايه متوازيين، ده بالنسبه للانترنال. ونفس الكلام احنا شفناه كان بالنسبه للاكسترنال. وبالتالي الهدف من مثل هذه التروس هو نقل الحركه بين عمودين متوازيين. وهنا يجب ان احنا نقول حاجه، هي مش نقل حركه، هي نقل قدره باور. وبالتالي التروس بتنقل باور بين ترسين او بين عمودين، عمود داخل له باور معينه بينقلها عن طريق التروس للعمود الثاني، وبالتالي الفقد اللي بيحصل فيها هو فقد بس نتيجه الاحتكاك، ولكن احنا بنهمله. وبالتالي فبيكون الباور، مفيش باور لص عندي بتحصل، وبالتالي فالعمود الاولاني بيكون ليه باور، هي عباره عن تورك وسرعه اوميجا بيحركها لترس تاني برضه، او على العمود التاني ليه تورك وسرعه. وبالتالي اذا كان نتيجه عمليه التروس دي السرعه هتقل، مثلا اذا كان من ترس صغير لترس كبير فالسرعه هتقل، يعني اذا كان الدرايفر ترس صغير والكبير والدريفن ترس كبير زي المجموعه اللي قدامي دي كده، فهلاقي السرعه هتقل. يعني هلاقي لما البينيون ده يلف لفات كتيره هلاقي الايه الطاره الكبيره هتلف ايه لفات صغيره، يعني كل لفه واحده من الترس الصغير يمكن الترس الكبير ده مش هيلف غير ايه مثلا ايه ربع لفه، وبالتالي هيبقى السرعه الترس الكبير ابطا، معنى ان السرعه بتاعته بقت اصغر على الدريفن، معناها ان التورك اللي عليه زاد. ليه؟ لان حصل ضرب التورك في السرعه لازم يبقى ثابت. وبالتالي بالنسبه مثلا للرسمه اللي قدامي البنيون لو عليه تي واحد واوميجا واحد، فتي واحد في اوميجا واحد هتديني باور بي، هينقلها للعمود الثاني نفس البي تساوي تي 2 اللي هي التورك في اوميجا 2، اوميجا 2 هتبقى اقل، وبالتالي لازم التي 2 تبقى اعلى بكتير عشان يبقى حاصل ضرب الاثنين مع بعض يساوي حاصل ضرب تي 1 في التي 2 في التي 1 في الاوميجا 1 لازم تبقى تساوي ايه التي 2 في الاوميجا 2. في نوع ثاني اخر من التروس برضو بيستخدم لتوصيل الأعمدة المتوازية أو نقل الباور أو القدرة أو نقل الحركة أو نقل السرعة أو تغيير السرعة بين عمودين متوازيين، هو اللي احنا بنسميه الهيليكال جير. الهيليكال جير بيفرق عن السبير جير في حاجة واحدة،
انها لو تخيلت الهيليكال دي، الهويل الكبيره اللي قدامي دي الهيليكال دي، كلمه هيليكال معناها لولب مثلا، او يعني هيليكس مائل يعني. الاحظ ان السنه بتاعته فعلا مايله، ما هياش موازيه للمحور بتاع الايه، العمود اللي راكب عليه الطارد الترس ده هو. وبالتالي فلو جبت ترسين، ترس هيليكال وترس سبير، ليهم نفس العرض، عرض السنه اللي هو العرض اللي هو الطول الموازي لايه، لمحور العمود اللي راكب عليه هذا الترس، هلاحظ ان طول السن اللي على الهيليكال هتبقى اكبر من طول السن اللي على السبير جير. وبالتالي لان هي مايله بزاويه احنا بنسميها هيليكس انجل، وبعد كده نتعرض لها وهنشرحها ونعرف فايدتها ايه وقيمتها ايه. وبالتالي فنتيجه كبر او زياده طول السنه معناها السيرفس اللي بنقل الباور هيبقى اعلى، معناها ان هي السنه الهيليكال مقدرتها او اللود كارين كاباسيتي بتاعتها او مقدرتها على نقل الاحمال بتبقى اعلى. وبالتالي لو انا عندي ترسين، واحد هيليكال واحد سبير، السنين بتاعتهم متماثله في كل شيء سوى ان واحد منها هيليكال والتاني منه سبير، هلاقي ان الترس الهيليكال ينقل لي باور اعلى، قادر على نقل باور اعلى من الترس الايه، السبير. نوع اخر من انواع التروس اللي هو الراك اند بينيون. الراك اند بينيون هو عباره عنده برضو ترسين، بس ترس منهم صغير اللي احنا بنسميه بينيون، زي الرسم اللي قدامني، زي اما الترس الاخضر دون ده يعتبر بينيون، او الترس اللي عندنا الشمال الفوقاني هو برضه ايه، بينيون. والترس الثاني قطر بتاعه لا نهائي، وبالتالي يتحول من دائري الى خط مستقيم فلات. السنان بتاعتهم لازم تبقى برضه سنان متماثله عشان يضمن لي ان الميشنج او التعشيق يحصل بين السنه بتاعت الراك مع السنه بتاعت البينيون، التعشيق كويس وما يعملش صوت. الهدف الرئيسي منه انه بيحول لي حركه روتيشنال الى حركه لينير، يبقى الروتيشنال موشن بيحولها الى لينير موشن او لينير موفمنت. ده الهدف من استخدام الراك اند بينيون، ودي بتستخدم في استخدامات كتيره هنشوفها بعد شويه. وبالتالي احنا ممكن نعتبر الراك اند بينيون ككونفير، كونفير محول لايه، لنوع الحركه. نوع اخر من التروس اللي هو اللي بنسميه البيبل جير. والبيبل جير زي اللي في الصوره قدام ده بينقل لي حركه بين عمودين، العمودين دول على زاويه 90 درجه، يعني عمود راسي وعمود افقي مثلا. العمود الراسي متركب فيه الهويل الكبيره، والعمود الافقي ممكن تكون متركب فيه ترس من الترسين الصغيرين، البينيونز الصغيره الافقي اللي هي اللي تركب على العمود الافقي. البيفل جير اللي هو بنسميه الترس المخروطي، الهدف الرئيسي منه ان هو بينقل الحركه من زي ما قلنا من ترس الى ترس اخر ما هوش موازي دي، ممكن تكون عمودي عليه او بينهم من بعض زاويه، دي اول حاجه. وتاني حاجه ممكن ينقل هذه الحركه بين العمودين مع تخفيض او زياده السرعه او مع ثبات السرعه. ثبات السرعه لو انا عايز انقل الحركه بس من عمود الى عمود اخر على زاويه معاه، بستخدم الترسين يكونوا ليهم نفس القطر. لو الترسين مختلفين هيحصل ايه، تغير في السرعه المنقوله من العمود الدرايفر الى العمود الدريفن. الشكل قدامي ده مثلا فيه ان هو موجوده فيه اتنين بينيون متركبه على نفس الايه، على نفس الايه، الهويل. وده ليها امثله تطبيقيه اهو، زي ما احنا شايفين اهو الترسين بيلفوا اهم، وهما بيلف ترس البينيون الكبير بيلف معاه ترسين الايه، البينيونز، الترس الهويل الكبيره بيلف معاه التو بينيونز الايه، الصغيرين. ودي بتستخدم مثلا زي في حاله الهاند دريل اللي هو المتقابل يدوي، او في حاله مثلا برضه في الكورونا بتاعه السيارات اللي هو في المحور الخارجي، بيبقى برضه فيه ايه، مجموعه بيبل جيرز زي اللي ايه اللي قدامنا دي. مثال كده مثلا على البيبل جير اهو، زي الهاند دريل اهو، زي اللي قدامنا اهو، الطاره الحمراء دي ليها دراع احمر، لما بلففه بايدي فبيبتدي العمود الراس ده بيتحرك، والتشك ده للظرف ده بيتركب فيه البونطه فينزل في الايه، في الشغله بتاعتي فيتقبها. وانا ببقى محتاج ان هو ان انا البونطه تتلف بسرعه عاليه عشان يحصل عمليه تقبل بسهوله، عشان كده حركه ايدي دي كحركه روتيشنال لازم احولها الى حركه راسيه، هي حركه روتيشنال لمحور افقي، لازم احولها لحركه
على محور رأسي دائرية برضه على محور رأسي ولكن بسرعة عالية، عشان كده بركب اتنين بنيون على العمود الرأسي زي في الرسمة اللي هي ايه التوضيحية اللي قدامي ديت. هلاقي في اتنين بنيون فوق وتحت، والهويل اللي هي الدرايف جير هويل اللي هي اللي على ايدي في الرسمة اللي ظهرت قدامي دلوقتي على ايدي اليمين، هي دي اللي هي الطارة الحمراء من الناحية ايه التانية زي ما احنا بصيناها من الناحية الايه التانية. والاتنين بيبل جيرز اهم موجودين الصغيرين، البنيونز الصغيرة موجودة علشان يزودوا لي سرعة دوران العمود اللي متركب فيه التشك اللي هيعمل عملية التاب. The bevel gears increase the speed of rotation of chuck and this makes it possible to drill range of materials. يعني يعني عمليه البيفل جيرز دي بتخلي السرعات تبقى عاليه عشان اقدر استخدم الهيد دريل دوت في ان انا اتقب بيه خامات مختلفه، ممكن يبقى المونيوم، ممكن يبقى نحاس، ممكن برضه يبقى حديد، طبعا بحدود معينه واقطار ايه معينه، لان ده يدوي عشان ده بيتقب يدوي. يعني انواع البيفل جير في عندي نوعين رئيسيين برضو من البيفل جير زي ما قلنا في السبير جير، هنلاقي برضو في البيفل جير في الستريت بيفل جير اللي هو زي اللي قدامي دول. ولاحظ ان البيفل جير عباره عن الترس، يعني لو لما ابص للطره الكبيره كده او حتى للبنيون الصغير الاقي ان هو مخروط محطوط على السطح الخارجي بتاعه الاسنان، والاسنان دي لما بتكون عدله بيبقى ده اللي اسمه يعني زي السبير كده، فده بنسميه ستريت بيبل جير. وفي النوع الثاني اللي هو الهيليكال بيبل جير زي اللي ايه ظاهر قدامي دلوقتي دون ده اللي هو النوع الثاني. واللي اتقال على السبير جير يتقال على البيبل جير من حيث ان الهيليكال تيث دي بتبقى اللود كارين كاباسيتي بتاعتها اعلى من السبير تيث. نوع اخر اللي هو الورم جير. الورم جير ده هو اللي هو عندي زي الواضح قدامي ده عبارة عن الترس والدودة او الترس الدودة والدودة. الجزء البني او البراون ده اللي هي الدودة اللي هي راكبة على العمود، وبالتالي اول ما بتلفف معاها ايه الترس الكبير دي بتستخدم عملية تخفيض الايه السرعات او زيادة السرعات حسب يعني ايه. يعني العمود ده لو لف بسرعة عالية قوي هلاقي ان ايه الهويل الكبيرة اللي هتلف ايه ببطء، هو العكس لو اضطر لفت الدوده ايه بتلف. وبالتالي الهدف منه ده ان هو اعمل عمليه كونفرجن للسرعه بنسب ايه عاليه اكبر من النسب المعتاده في التروس الايه العاديه. يعني لو بصينا في الشكل قدامي ده بيمثل لي ايه، بيمثل لي بينيون وورم هويل. الزرق دي الورم هويل والاحمر ده هو الايه الورم. والجير ريشو او السبيد ريشو بتاعتي هي عدد السنان اللي موجوده على الورم هويل مقسومه على عدد السنان بتاعه الورم. الورم هنا تبقى سنه واحده، هي سنه واحده بس اللي هي شغاله، وبالتالي فيبقى اذا عشان كده لو مثلا لو الطاره دي عليها 60 فيها 60 سنه هلاحظ ان ال 60 سنه دول على واحد دي نسبه تخفيض السنين. عشان كده نشوف هنلاحظ حاجه ان الدوده وهي بتلف بسرعه عاليه هلاقي ان الطاره بتلف بايه بسرعه منخفضه زي ما هو واضح كده ايه قدامي. وده اللي بيستخدم في تطبيقات كتيره لما بيكون الهدف منها ان انا احصل على سرعه عاليه سرعه تخفيض عاليه او سرعه او زياده سرعه، يعني اقصد سبيد ريشو عاليه اما بزياده اما بنقصان. زي ما هو ده تطبيقات على الورم هويل اهو، في عندنا وورم هويل درايفز اتنين اهم اللي على الشمال دون ده ميكانيزم صغير اللي بيستخدم مثلا زي في العاب الاطفال التويز والحاجات دي العاب الاطفال، واللي على الشمال دون في حاجات ميكانيكيه تقيله. ولاحظ في الرسمه اللي على الشمال ان الورم متركبه على الموتور، وبالتالي هي تبقى هي الدرايف هتحرك لي السبير هويل دهيا فهتحرك لي العمود الافقي اللي هو ظاهر ايه قدامي على الشكل. كمان الورم هويل بتستخدم مثلا في التطبيقات زي مثلا في عمليه الايه في الضوء الاصفر اللي احنا بنشوفه بتاع التحذير في الشوارع في الترافيك لايت دون. الميكانيزم اللي واضح قدامنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن ترس دوده ومتركب عليه ترس ازرق، ومع العمود بتاع الترس الازرق اللي هو ترس الدوده، يعني مش الدوده ترس الدوده الازرق معاه كامه. الكامه دي لو لفت زي ما هو
واضح قدامنا كده دلوقتي، بتروح عامله كونتاكت لدايره كهرباء فتنور لي النور الاصفر اللي هو اللي بيعمل بلينك دون او بيعمل فلاشنج دون في الشارع، وعملت تحذير. ودي بتستخدم برضو ايه ده بدون استخدامات الاوتوموبيل، وبالتالي كميكانيكال ميكانيزم بيستخدم في دوائر الايه الكهرباء والتحكم. بيسموه ماكرو سويتش كونكشن. اذا الجير ترين، لفظ الجير ترين زي ما قلنا قبل كده اللي هو زي ما قلنا اللي هو ايه اي كومباينيشن، اي مجموعه من التروس متعشقه مع بعض بتسميه لي بتسمى جير ترين. و الحركه اللي هي بتاعت اللي هي بتنقلها التروس دي بتنقسم الى مجموعه من الانواع. اول نوع احنا بنلخص اللي احنا قلناه قبل كده، اول نوع اللي هي روتيشن بتوين تو بارل شافتس، يعني حركه دائريه بين عمودين متوازيين زي في حاله السبير والهيليكال ايه جيرز اللي هي حاله السنين العاديه والسنين الايه الحلزونيه. دي اول حاجه. النوع الثاني روتيشنال برضو موشن او روتيشنال موشة، يعني بين عمودين متعمدين او بينهم زاويه زي في حاله الايه البيفل جير. وفي هذه الحاله ممكن يكون في عمليه، في الحالتين اللي فاتوا دول ممكن يبقى في عمليه النقل الحركه دي بيبقى فيها تعديل للسرعه او ممكن ما يكونش في تعديل للسرعه حسب ايه الابلكيشن، حسب التطبيق اللي عندي ممكن يكون في تعديل للسرعه حسب نسب اقطار التروس او عدد ايه اسنانها. والتطبيق الثالث اللي هو روتيشنال موشن from one shaft to linear movement to the other، يعني نقل حركة روتيشنال الى حركة linear. ده زي في حالة الركن بينيون اللي احنا شفناها قبل كده. والحالة الرابعة اللي هو rotation between two shafts with high speed اللي هو عملية نقل الحركة بين عمودين، بس انا بيكون الهدف من عندي ان هو ايه اعمل عملية تخفيض عالي او زيادة عالية في السرعة زي في حالة الورم وور ويل درايف اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. وبالتالي احنا ممكن نعمل عمليه كلاسيفيكيشن للجير ترينز الى اربع انواع رئيسيه. اول نوع احنا بنسميه سيمبل ترين او سيمبل جير ترين، والنوع الثاني الكومباوند جير ترين، والنوع الثالث اللي هو الريفيرتد جير ترين، والنوع الرابع الايبي سايكليك جير ترين او احنا بعض الناس بيسموه بلانتري جير ترين. السمبل جير ترين ده الوضع البسيط قوي. في صوره اهو الفيجن دي اهو، ترس A والترس B متعشقين مع بعض. لو رسمناهم تحت هلاقي ان هم بيترسموا بدايرتين، طبعا الدايرتين البيض دول الدايرتين بتوع البيتش سيركل والمسخط البلان بيوريه الترسيم في حاله التعشيق اللي هم بالاصفر دول الترسيم في حاله التعشيق على عمودين، وبالتالي الحركه بتتنقل من عمود للتاني. ممكن ايه ده يكون هو الدرايفر في هذه الحاله يكون بي دريفن، او العكس ممكن يكون بي دريفن بي درايفر واي دريفن. لو كان ايه درايفر وبي دريفن حسب نسب الاقطار هنا ايه قطره اكبر، هنا هيبقى في عمليه هنا عمليه ايه زياده للسرعه. يعني الدرايفر دون الموتور بيجي مثلا سرعه 1000 هركب عليه الترس A والترس B ده هحطه على الحمل، هلاقي ان سرعه الحمل هتبقى اكتر من الالف لان ايه لان الترس بتاعه اصغر وعدد سنانه ايه اقل فهتبقى سرعته ايه اكتر. والعكس صحيح، لو انا ركبت الموتور على الترس B اللي هو بعدد سنان اصغر اقل او قطر اقل والترس A ده عليه الحمل، هو بالتالي هنا بيبقى في عمليه ريدكشن لايه للسرعه. لكن تحت اي وضع لازم عمليه نقل الحركه دي بتتم تحت قاعدتين اساسيتين. اول حاجه ان الباور كونستانت ما فيهاش تغيير، ثابته ما بيحصلش فيها اي حاجه، حتى اللوس اللي بتحصل نتيجه الفريكشن احنا بنهملها، دي اول حاجه. وبالتالي النقطه الثانيه اللي هي ايه ان حصل ضرب التورك في الاوميجا تساوي كونستانت، يعني التورك في الاوميجا بالنسبه للجير A يساوي التورك في الاوميجا للجير B، بمعنى ان انا لو انا زودت السرعه وخفضت السرعه لو اول ما بقلل للسرعه عند ترس معين او على عمود معين لازم الايه التورك بتاعي، لو انا قللت السرعه
التورك بتاعي يزيد، والعكس صحيح، لو زودت السرعة التورك بتاعي يقل، بشرط ان حاصل ضرب الاتنين مع بعض لازم يكون ايه متساوي. حاصل ضرب الاتنين مع بعض ثابت يساوي على الترس ايه او على العمود اللي عليه الترس ايه تساوي على العمود اللي على الترس بي. وبالتالي فاوميجا ايه على اوميجا بي، اوميجا اللي هي الانجولار سبيد بتاع الترس ايه على الترس بي بتساوي ان ايه على ان بي اللي هو عدد السنان بتاعت ايه على عدد السنان بتاعت بي، يساوي زد بي على زد ايه عدد السنان، اسف، ان ايه على ان بي اللي هو الار بي ام اللي هو عدد اللفات بتاع ان ايه على ان بي، وزد بي على زد ايه اللي هي عدد السنان بتاعت البي على الايه، والدي بي على دي ايه اللي هي الاقطار، ودي اللي هي ايه العلاقه اللي بتربط لي الايه التروس مع بعضها، حيث الاوميجا اللي هي انجلر فيلوسيتي، الان نمبر اوف ريفوليوشن، الزد نمبر اوف تيث، ودي اللي هو الجير دايمتر. برضو في حاجة برضو لازم يبقى عارفينها، ان في السيمبل جير ترين ممكن يكون عملية نقل الحركة تكون بين اكتر من ترسين، زي في المثال ايه التالي، ايه مثلا المثال اللي قدامنا دلوقتي ده، في عندي هنا تلات تروس الـ A والـ B والـ C، التلاتة مع بعض الاقي A بتدي B وB بتدي C، وبالتالي فالحركة نوعاً بتتنقل لي على تلات تروس ورا بعض، وده برضو يعتبر سيمبل ايه جير. في هذه الحالة هقل الـ N ايه على الـ N B بتساوي Z B على Z A، والـ N B على الـ N C، الـ N B على الـ N C بتساوي Z C على Z B، وبالتالي هيبقى الـ N ايه على الـ N C، الـ N ايه على الـ N C يساوي Z C على Z A. ناخد بالنا ايه من العلاقة ايه دي هي. وبالتالي يجب ان نلاحظ حاجة، اول حاجة نلاحظ مجموعة حاجات، ان الترس الثالث اللي هو سي ليه نفس اتجاه الدوران بتاع الترس ايه، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الترس بي دلوقتي هنا بيشارك ايدلر، يعني كترس وسيط، مجرد ان هو بيحدد لي اتجاه الحركة بتاع الترس الثالث اللي هو الترس سي. رابع حاجة ان لو عندي ممكن اعمم القاعده دي، لو عندي مجموعه من السيمبل، يعني عندي سيمبل جير ترين بس في عدد كبير من التروس بتاع الشيء ان سيريز ورا بعض، فهتكون العلاقه بتاعه السرعات بتاعتها ان الان ان بتاعه الترس رقم ان، يعني في ان ترس 1 2 3 4 لغايه ان، فان ان على ان 1 تساوي زد 1 على زد ان، ودي علاقه عامه تستخدم للايه للسيمبل جير ترين. الكومبايند جير ترين زي الواضح قدامي، الكومبايند جير ترين عندي هو، هبص الاقي في ترس نمره واحد الابيض هو بيحرك لي الترس الاخضر نمره اتنين، والترس الاخضر نمره اتنين مع الترس الاخضر نمره ثلاثه حته واحده، هم بينهم عمود حته واحده، وبالتالي الترس واحد يحرك الترس اتنين، وبالتالي الترس اتنين يتحرك مع الترس ثلاثه، وبعدين الترس ثلاثه يحرك الترس اربعه. دي الحركة ايه بالتوالي، المجموعة 2 مع 3 دي اللي هي الكومبايند او الكومباوند جير ترين، ودول محطوطين على عمود على نفس العمود. مثل هذا الجير بوكس او المجموعة التوليس دي تعتبر تو ستيج ريدكشن او انكريزنج سبيد جير بوكس، يعني بزود هنا السرعة على مرحلتين، اول مرحلة بين 1 و 2 من ترس كبير لترس صغير لترس الاخضر صغير، وبعدين من ترس الثاني 3 ل 4 هنا السرعه ثاني بتزيد، يعني عايز اقول ايه هنا تخفيض السرعات او تغيير السرعات هنا هو على ايه على مرحلتين. وبالتالي فان 2 على ان 1 تساوي زد 1 على زد 2، يعني السرعه بتاعت ان 2 على ان 1 تساوي زد 1 على زد 2، وبالتالي نفس الكلام ان 4 على ان 3 بتساوي زد 3 على زد 4، ونلاحظ ان الان بتاعت 2 هي نفس الان بتاعت 3 لان الاثنين على نفس العمود، وفي الاخر هيبقى معايا كده ان 4 على ان 1 هتساوي زد 1 زد 3 على زد 2 في زد 4.
ان 4 على ان 1 تساوي زد 1 في زد 3 على زد 2 في زد 4، ودي العلاقه بتاعت السبيد ريشيو في حاله الجير كومباوند جير 3. وبالتالي ان بتاع الدرايفر على ان دريفن بتساوي البرودكت اوف نمبر اوف تيس اون درايفرز على البرودكت اوف نمبر اوف تيس اوف دريفن. يعني دريفن على الدرايفر، ان دريفن على ان درايفر تساوي حاصل ضرب اعداد السنان، حاصل الضرب بتاعها على السنان بتاعت الدرايفرز على اعداد السنان بتاعت الايه الدريفن يونتس. يعني في الحاله اللي فوق اللي قدامنا دي هلاقي ان 1 و1 و3 دول درايفر، و2 و4 دول ايه دريفن، 2 و4 2 و4 دول دريفن. عشان كده ايه ان 1 في 3 1 زد 1 في زد 3 على زد 2 في زد 4. ريفيرتد جير ترين، ريفيرتد جير ترين ده بيمتاز بان او بيتصف بصفه اساسيه، وهي ان العمود الترس الاولاني والترس الاخير الاثنين موجودين على نفس العمود على نفس الاكس، والمجموعه بتاع ريفيرتد جير اللي هي 2 و 3 دول كل اللي بيعمله انه بيعدلوا لي حركه العمود. يعني هلاقي ان العمود اللي متركب عليه واحد وعمود متركب عليه ترس 4، واحد و4 متركبين على عمودين، العمودين دول الهدف العمودين دول واحد منهم بيلف بسرعه معينه، وليكن لو كان اي واحد ده على الدرايفر فهيلف بسرعه معينه، انا عايز الدريفن ده يلف بسرعه اخرى، فعشان كده استخدمت ايه المجموعه اللي ايه الواضحه دي قدامي بشرط ان اوصل احصل على سرعه معينه عند الايه عند الترس ايه 4. وهنا يجب ملاحظه نقطه مهمه، وهي ان نص قطر الترس 2 والترس 1 اللي هم متعشرين مع بعض لابد ان يساوي نص قطر الترس 3 والترس 4. ودي نقطه مهمه، ودي نقطه مهمه، يعني انصاف الاقطار بتاع كل ترسين متعشرين مع بعض هيكونوا متساويين. عايز هنا بنتكلم عن انصاف الاقطار، بنتكلم على البيتش سيركل راديوس. وبالتالي في ان 1 على ان 4 بيساوي زد 2 زد 4 على زد 1 في زد 3. برضه دوت لو كان واحد الدرايفر 4 دريفن، هلاقي الدرايفر معاه الدرايفر اللي هو 1 و3 من تحت و2 و4 في الزدات من فوق، يعني ايه نسبه عكسيه. يعني لو كان واحد ده هو الدريفن مثلا و4 الدرايفر، فهلاحظ يبقى حاصل ضرب واحد ده الدريفن هيبقى حاصل ضرب الدرايفر على حاصل ضرب عدد السنان اللي بتاعه الدريفن. يعني النسبه بين عدد يعني عمليه عكسيه، لو كان ان درايفر على ان دريفن يبقى البرودكت بتاع الدريفن على الدرايفر، والعكس صحيح، لو كان دريفن على درايفر يبقى عدد السنان بتاعه الدرايفر على عدد السنان بتاعه الدريفن مضروبين في بعض للمجموعه. ليه بيسايكل الجير ترين ده اللي هو واضح قدامي، وده عباره عن ايه؟ عباره عن ترسين بينهم لينك او ار، بشرط ان انا دلوقتي لو ثبتت الترس ايه فهلاحظ ثابت في مكانه، فهلاحظ ان ايه ان لو جديت حركه للارم سي هلاقي ان الترس بي هيلف حوالين الايه الترس ايه على المحيط ايه بتاعه. يعني احنا بنقول ايه في الحالات اللي فاتت الويلز روتيتس اباوت ذير اكسس، يعني في الحاله اللي فاتت كان كل التروس ان هو بتلف حوالين الاكس بتاع العمود بتاعها، لكن هنا نلاحظ ان في الحاله بتاعتي لو انا مثبت الترس ايه هلاحظ ان البي بيلف حوالين العمود بالعمود بتاعه، بيلف حوالين الايه المحور بتاع الترس ايه. وبالتالي فحركه سي هتبقى حركه دائريه اللي هو الارم سي ده هيتحرك حركه دائريه واخد معاه الايه الترس بي. برضو ده المجموعه دي برضو او النوع الجي ترين ده بيسمى البلاناتري
جيرز او لايه تروس المجموعه الشمسيه يعني. عايزين نحدد البوست ريشيو او الجير ريشيو اوف بسايكل الجير ترين او تروس الايه المجموعه الشمسيه زي الواضحه قدام دلوقتي. انا عندي ترسين اللي هم الاي والبي وبينهم الار سي. في اكتر من طريقه لتحديد البوست ريشيو، هناخد بيها طريقه الايه تيبل ميثود او طريقه الجدول. عندي هنا الجدول مكون من زي ما احنا شايفين اربعة كولم، الاوبريشن ارم سي، الجير ايه، الجير بي. اول حاجة هتخيل ان الارم سي ده لوكت، يعني هو اللي واقف في مكانه، وبالتالي هيبقى سرعته صفر مش هيلف. يبقى لو الترس ايه لف لفة واحد بلس واحد، الترس بي هيلف قد ايه؟ زد ايه على زد بي بس بالناقص. ليه بالناقص؟ لان هنا اتجاه حركته عكس اتجاه حركه الايه، وانا مدي الايه بوزيتيف يبقى اذا لازم هيبقى البي نيجاتيف. دي اول خطوه، بيتكون طريقه الحساب في ثلاث خطوات. الخطوه الثانيه هي بروح اضرب كل الصف الاولاني دون في اكس، فبالنسبه ارم سي في اكس هيديني صفر لانه مش هيتحرك بقى لفه واحده، يعني لا ده هيلف بقى ايه اكس لفه، وبالتالي في زمن معين طبعا يعني عشان يبقى السرعه بتاعته، وبالتالي يبقى الجير ايه هتبقى سرعته زائد اكس، وهيبقى الجير بي ناقص اكس مضروب في الزد ايه على الزد بي. الخطوه الثالثه بضيف واي لكل عمود من الاعمده بتاعت الصف الثاني، فهيبقى اذا الارم سي هيبقى عنده واي، والجير ايه هيبقى واي زائد اكس، والجير بي هيبقى واي ناقص زد ايه على زد بي مضروبه في اكس. طيب اول حاجه النيجاتيف ساين او الاشاره السلبه دي اللي احنا اديناها عند البي دي، لان الجير بي اتجاه حركته عكس اتجاه حركه الايه، وانا معتبر ان الايه هو هيتحرك في الاتجاه الايه الموجب. دي اول حاجه. لو الجير الحاله بتاعتي ان الترس ايه دون او الجير ايه دون هو اللي ايه فيكسد، هو اللي ثابت، مش الارم سي. معنى كده طالما ان الجير ايه هو اللي ثابت، طب الجير ايه سرعته كام؟ واي زائد اكس، اللي هو العمود الثاني في الصف الاخير، واي زائد اكس. معنى كده ان واي زائد اكس يساوي كام؟ يساوي صفر. وبالتالي هنفترض دلوقتي لو احنا افترضنا دلوقتي ان سي ده هيلف واحد ريفوليوشن بير مينت، معنى كده ان ايه؟ ان لو سي دي لف سي اللي هو الارم سي لو هيلف لفه واحده، معناها ان الواي بتاعتي بتساوي كام؟ واحد. يبقى اذا الواي زائد اكس تساوي صفر، اللي هي سرعه الترس اللي هو ايه؟ تاني حاجه الواي يساوي واحد، دي اللي هو اللفات بتاعه السي، معنى كده ان المعادلتين دول هيبقى الاكس بتاعتي بتساوي ناقص واحد، معناها ان الان بي عشان اجيب السرعه بتاعت الان بي بقى من العمود الثالث اخر خانه اللي هي هيبقى واي ناقص زد ايه على زد بي في اكس، هعوض فيها هيديني ان الان بي بتساوي واحد زائد زد ايه على زد بي زي ما هو واضح ايه كده ايه قدامنا. دي طريقه الايه ايجاد النسب او السبيد ريشيو في حاله الاي بي سايكليك او البلانتري جير ترين. هناخد مثال على كده. المثال اللي قدامي في عندي مجموعة من التروس وارم، الارم ايه والتروس بي وسي ودي واي واف، بي وسي ودي واي واف يعني خمس تروس وارم. في الخمس تروس دول في ترس واحد اللي هو هيبقى ثابت اللي هو ترس اي اللي هو عدد لفاته عدد السنان 20، يعني عدد السنان دلوقتي بتاع كل المجموعة دي دلوقتي ايه كده معروفة، البي 20، الدي 15، السي 35، الاي 20، الاف 30، والار ده الارم سي. ان ذا شون ارينجمنت اهو اي از فيكسد، يبقى اي ثابته اللي هو الترس اي ثابت زي ما واضح قدامنا في الشكل. الويل سي اند دي كومبايند، دي كمان ايه مع بعض يعني كومباوند جير ترين، يعني ليهم نفس الاكس او على نفس البن. If the arm A revolves 1 RPM، لو A ده هيلف RPM counter clockwise في اتجاه عكس
عقرب الساعه، عايزين السرعه واتجاه الدوران بتاعه البي والاف، البي والاف، عايزين نشوف هذا الكلام. هنعمل ايه الجدول بتاعنا اهو. انا عندي كام ترس اللي هو البي والسي والدي والاي والاف؟ خمسة. وعندي الار بيبقى دي ست حاجات. لكن طبعا انا عندي هنا السي والدي ليهم نفس السرعة. ليه نفس السرعة؟ لانهم على نفس العمود، مظبوط، على نفس الايه العمود، لانهم كومباوند جير ترين، وبالتالي هيبقى ايه هحطهم مع بعض في خانة واحدة، يبقى عندي الاي والبي والسي والدي في خانة والاي والاف. هبتدي ثلاث خطوات بتاعتي. اول حاجه هدي الار بسرعه صفر، هضرب كل الصف اللي هوصل له بعد ما اجيب السرعات النسبيه في يعني الصف الاولاني، هعتبر ان الارم بتاعي هو اللي ثابت والمجموعه كلها بتلف، فالارم بتاعي هياخد سرعه صفر، وهجيب السرعات النسبيه بتاعت كل الاي تروس. الخطوه الثانيه هضرب الصف الاولاني عشان اجيب الصف الثاني، اضرب الصف الاولاني كله في اكس، الصف الثالث اخد الصف الثاني وازود عليه النسبه واحد. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان في الصف الاولاني لو الاي دي كان ثابته، فالبي لو اتحركت حركه واحده موجبه، هلاقي ان الدي والسي هيتحركوا انتي بالنسبه ليها او كاونتر بالنسبه ليها او في الاتجاه العكسي بالنسبه ليها بنسبه سرعات 20 على 15. وبالتالي الاي هتتحرك 20 على 15 في 35 على 20 دي سرعتها. وبعدين الاف هتتحرك النسبه اللي فاتت اللي هي 20 على 15 في 35 على 20 في 20 على 30 اللي هي النسبه بتاعتها. الاحظ حاجه، الاحظ ان البي في الاول اهو لما اتحركت انا اعتبرتها في اتجاه الايه؟ اتجاه معين وليكن مثلا كاونتر كلوك وايز ونديها بوزيتيف، هيبقى دي سي كلوك وايز نيجاتيف، هيبقى الاي بوزيتيف، هيبقى الايه الاف نيجاتيف، يبقى اذا البوزيتيف عندي هنا اللي هو ايه؟ الكاونتر كلوك وايز دايركشن. الخطوه الثانيه هضرب في اكس، هيبقى الاي هتبقى زي ما هي صفر، البي هتبقى باكس، دي زائد سي هيبقى اكس في 20 على 15 بالسالب، الاي هيبقى ال 20 على 15 في ال 35 على 20 في الاكس، طبعا هتبقى شريطه موجبه، والاخيره الاف برضه هتضرب في الاكس زي ما هو واضح ايه قدامنا. والخطوه اللي بعد كده اضيف عندي واي لكل قيمه، واي لكل ايه قيمه من سرعه من السرعات بتاعه الايه التيبل اللي عندي، فهيبقى واي بالنسبه للايه هيبقى النسبه بي اكس زائد واي دي والسي، هيبقى واي ناقص 20 على 25 في الاكس وهكذا لغايه الاف اللي هو واي ناقص نسب السرعات دي مضروبه في الاكس. الكونديشن اللي عندي ايه؟ ان الاي دي ثابته، معناها سرعه الاي بتساوي كام؟ صفر. معناها ان الواي زائد ال 20 على 15 في ال 35 على 20 في الاكس اللي هي في الصف الاخير تحت الاي دي بتساوي صفر. معناها ان الواي زائد 7 هنختصرها 7 3 اكس بتساوي صفر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هعتبر ان الارم بتاعي دون الارم ايه هيلف واي تساوي ناقص 1. لان احنا معتبرين كونتر كلوك وايز مدينه مثلا ناقص 1، خلاص ماشي. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده هو ان انا من العلاقتين دول ممكن اجيب الاكس والواي، لان الواي دلوقتي بناقص واحد، يبقى من العلاقه دي هيبقى الاكس بتاعتي بتساوي كام؟ 3 على 7. بعد كده ابتدي اجيب السبيد اوف بي، السبيد اوف بي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس زائد واي اللي تساوي 3 على 7 ناقص 1 يساوي ناقص 4 على 7 اللي هي ناقص 5 7 2 او 5 من 10 او 57 من 100 او 590 من 1000. وبالتالي فبي روتيتس 0.572 ار بي ام ان ذا سيم دايركشن اوف ذا ارم اي كاونتر كلوك وايز. يبقى دي في حاله ايه؟ لان بالسبب هتبقى برضه ايه كاونتر كلوك وايز. وبالمثل بالنسبه للاف هتلاقي تطلع ايه بنفس الطريقه اللي هي واي ناقص 14 على 9 في الاكس، هحلها تطلع لي تديني ايه؟ ناقص 1 على 1.666، وبالتالي فهي على كده الايه قدرنا نجيب السرعات. في بقى عندنا حاجه لازم نعرفها اللي اسمها الجير ريكويرمنتس او الاشتراطات اللي احنا لازم نعرفها في التروس. اول حاجه تيس ماست هاف بروفايل ويتش انشور كونستانت فيلوسيتي، يعني السناب بتاعتي اهم حاجه فيها ان هي البروفايل بتاعها بيديني سرعه
ثابته، بمعنى ان البيتش سيركلز هم التو بيتش سيركلز زي ما تشوف بعد كده بتاع الترسين بتاع الشين مع بعض هنلاقيهم بيتماسوا في نقطه، فلازم الاسنان تبقى متماثله بشرط ان دايما التماس يبقى على البيتش سيركل علشان تبقى السرعه بتاعتي ايه سرعه منتظمه، لان البيتش لازم كمان تبقى منتظمه على الدرايفر وعلى الدريفنج. دي اول حاجه. The relative motion of one teeth on other should be more of rolling nature than of slide motion. يعني الترسين وهم بيتحركوا على بعض بيبقى عملية رولينج مش عملية سلايدنج، يعني مفيش سلايدنج، مفيش ريلاتيف موشن بسلايدنج وريلاتيف موشن، لكن في رولينج الاتنين بيلفوا على بعض، عشان كده احنا بنعمل السطح بتاعها بياخد الانفليوت كيرف علشان اضمن عملية الرولينج احسن من ايه من اضمن عملية الرولينج بدل السلايدنج. تالت حاجة the arc of engagement should be so long that at all times more than one pair of teeth are in mesh. يعني نلاحظ برضو ان الاسنان بتاعتنا بتكون متحقق فيها ان اكتر من سنة سنة وجزء من سنة في حالة التعشيق مع بعض في حالة الدوران، وان كنا بنرش الحق دي دائما لكن بنحاول ان احنا ايه دايما ايه يكون ده الهدف بتاعنا. وان كنا احنا في التصميم عاده بنصمم على اساس ان الانجيجمنت او الميشنج او التعشيق بين التروس بيتم عن طريق سنه واحده عشان يبقى مور سيف برضو في ايه في التصميم ايه بتاعنا.